بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا هنبدا في العمل بتاع سنه تانية. عندنا 4 تجارب بس بنكشف عن وجود abnormal constituent في اليورين. خلاص، طب ايه اول حاجه بنكشف عنها؟ اول حاجه هنكشف عنها وجود البايل سولت. خلاص، طيب البايل سولت دي بتعمل ايه؟ لو انا دخلت على عينه ولقيت عليها رغاوي كده صغير بتاعه الالبومين هشك ان هي فيها بايل سولت. طيب بنعمل التجربه اللي بتكشف عن البايل سولت ازاي؟ هاخد شويه من المحلول ده، بس بص خلي بالك وانت بتحط المحلول تحطه بالراحه. ليه؟ عشان الرغوه دي لو على السطح بتاع المحلول كترت هتبوظ لك الدنيا، فحاول وانت بتحطها تحطها بالراحه خالص زي ما انا بعمل كده. حط شويه كمان. هجيب انبوبه تانية احط فيها شويه ميه بس علشان نشوف كده. فالانبوبه دي فيها محلول فيه بايو سولت والتانيه دي فيها شويه ميه. طب التجربه اللي انا هعملها دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ السلفر تيست. بعمل فيها ايه؟ بسيطه خالص، بنحط شويه بودره سلفر على وش المحلول. بصوا كده ايه اللي هيحصل. المنظر زي ما يكون بيت وسقفه بيقع. شايفين البودره كلها نزلت؟ عملت ازاي؟ كل البودره اللي انا حطيتها نزلت. خلاص، يبقى دي المعينه دي كده فيها بايل سولت. حط شويه بودره سلفر على السطح، الاقيها وقعت كده زي ما يكون بيت وسطحه بيقع. خلاص، طب تعالوا نجرب كده لو ميه يعني حاجه ما فيهاش بايل سولت المنظر هيبقى عامل ازاي. احط برده شويه بودره سلفر كده على السطح، لا المنظر عامل ازاي؟ مفيش اي حاجه اتغيرت خالص. ماشي، تمام. دي التجربه الاولانيه اسمها هي السلفر تيست، بتكشف عن وجود البايل سولت. خلاص، سهله جدا. طيب التجربة التانية اللي احنا هنعملها للكشف عن الجلوكوز. كنا بنعمل ايه في سنة أولى عشان نكشف عن الجلوكوز أو الفركتوز الحاجات دي؟ فهمت. هاخد 2 مللي من المحلول وبعدين هعمل ايه؟ هقوم جاي حاطط مللي فيهلينج ايه وبعدين مللي فيهلينج بي. خلاص، وبعدين هتعمل ايه؟ اقوم جاي رايح مسخن الحاجات دي. خلاص، هعمل ايه؟ اقوم جاي مسخن الانبوبه دي على النار. قبل التسخين انتوا شايفين منظره عامل ازاي؟ شكله ازرق اهو. طب لما اجي اسخنه بصوا كده، وانا بسخن المحلول لو في جلوكوز هلاقي المحلول عمال لونه بيقلب احمر كده او برتقاني زي المنظر ده كده. ما انا لو جيت كده سخنت العينه لقيت لونها بيقلب احمر كده او برتقاني، قبل ما اكمل اعرف ان العينه دي فيها ايه؟ فيها جلوكوز. خلاص، يبقى دي تاني حاجه هو كشفها. طيب ايه تالت حاجه احنا عايزين نكشف عنها؟ عايزين نكشف عن وجود البروتين او الالبومين في اليورين. بنعملها ازاي؟ دي سهله من سنه اولى. بملى كده نص الانبوبه من المحلول. خلاص، طب عايز اعمل تجربه اسمها ايه؟ عايز اعمل تجربه اسمها هيت كواجيليشن. يعني هسخن العينه دي على النار، لو العينه دي اتجلطت يبقى فيها البومين، ما اتجلطتش يبقى ما فيهاش البومين. تعالوا كده نبص هنعمل ايه. هروح على النار وبعدين هاجي على نص الانبوبه كده واسخنها. ليه؟ كل ما سخنت نص الانبوبه لو كان في حاجه هتظهر هتبين، هتبقى باينه. شوفوا العينة عمال يحصل لها ايه؟ عمال تتجلط اهو، في جلطة بتتكون فيها من فوق. خلاص كده انا سخنتها اهي لحد ما بدأت تغلى. لاحظت ايه؟ لاحظت ان في عكارة كبيرة هي اتكونت في الانبوبة من فوق، يبقى المحلول ده اتجلط بالحرارة، يبقى فيه البومين. خلاص كده تمام؟ تمام، ماشي. طيب دلوقتي انا اصلا من حتى من غير ما اعمل الهيت كواجيليشن دخلت على العينه اخر السنه لقيت لونها ابيض كده، هتكون ايه يعني؟ هي البومين. خلاص، طيب اخر حاجه تجربه عايزين نعملها تجربه للكشف عن الكيتون بادز او الاسيتون في اليورين. خلاص، انا برضو لو دخلت اخر السنه بعدين ايه شميت العينه كده هلاقي ليها ريحه مميزه، ريحه الاسيتون، حتى من قبل ما اعمل حاجه خالص هعرف ان هي فيها اسيتون. طب لو انت يعني ضميرك واكلك وعايز تعمل التجربه تعملها بقى، هتعمل ايه؟ تقوم جاي حاطط 3 مللي كده من المحلول. خلاص، ماشي،
وبعدين بعمل لها حاجه اسمها ساتوريشن والسوليد امونيوم سلفيت. يعني ايه ساتوريشن؟ يعني اقوم جاي واخد شويه من الملح ده كده اقوم جاي حاطه كده في الانبوبه خلاص اهو. وبعدين اقوم جاي راجج المحلول كده جامد، واقوم جاي باصص على قاع الانبوبه كده. بص قاع الانبوبه هل فيها ملح مترصب فيها ولا ما فيهاش؟ فيها حبه صغيرين كده خالص اهو خلاص. طب هزود كمان شويه هقوم جاي راجج الانبوبه تاني خالص جامد. بصوا كده بصيت على قاع الانبوبه لقيتها عامل ازاي، لقيت فيها ملح مترصب تحت، يبقى المحلول ده حصل له تشبع بالسوليد امونيوم سلفيت. اتشبع بالسوليد امونيوم سلفيت بدليل ايه؟ بدليل اللي انت ضفته ما دبش، ده نزل اترصب تحت خلاص. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هحط نقطتين من حاجه اسمها صوديوم نيتروبروسايت اهو، نقطتين بالعدد بلاش افترا خلاص اهو خلاص. وبعدين هرج كده الانبوبه جامد خلاص. وبعدين اخر حاجه بنحطها بنحط 3 مللي من الامونيا. الامونيا دي نشادر، لما تاخد منها اخر السنه بقفل البتاع عشان ريحتها مؤذيه جدا خلاص. ده كده مللي ونص، حط كمان مللي ونص خلاص. بصوا كده ايه اللي حصل، لقيت الانبوبه لونها بدا يقلب بنفسجي. انتظر ثانيتين كمان هتلاقي البتاعة بقت لونها بنفسجي غامق، بنقول عليه برمنجانات كلر، يعني لون من بتنجان الروم. شايفين المنظر عامل ازاي؟ مادام المحلول كده لونه بدأ يقلب بنفسجي وعمال يغمق كده، يبقى المحلول ده فيه كيتون بادز او فيه اسيتو خلاص. بس دول الاربع تجارب اللي عندي. خلي بالك بس ان انت اخر السنة هينزل لك حاجتين مع بعض، يعني مش تعمل حاجة وتفرح بيها ان هي طلعت وتوقف على كده، لا تعمل الاربع تجارب. العينة اللي هتنزلك اخر السنة بيكون فيها اتنين فايندينج، مثلا بايل سولت مع البومين، جلوكوز مع كيتون بادز كده، تعمل الاربع تجارب. وبعد ما تخلص شغل تكتب كومنت على الريزلت اللي طلعت لك، يعني ايه اسباب البايل اللي طلع في اليورين ده، ايه اسباب الجلوكوز اللي طلع في اليورين، ايه اسباب الاسيتون كده خلاص.